هي متواصلة ما تنتهيش حتى وين يجي اليوم إن شاء الله على مستوى القطر الجزائري، وين كل المواطنين يكونوا بالسكنة نتاعهم في عز وكرامة. إذن فهموا هذه الرسالة القوية اللي جينا عليها اليوم، واليوم احنا كي نكملوا معاكم هذه اللحظات اللي انا هنا، رانا رايحين البلدية تاع انت مشد، راه عندنا باه نوزعوا 700 سكن دروك على 10 ونص. الله يبارك. والقدام ان شاء الله راه عندنا ما يقارب شحال باقي من سكن في 300 300 سكن، 300 عائلة جديدة من بلدية تاع عائلة ربعة راهي تستفاد ان شاء الله. على بالي الكلين اللي عندهم طلبات عندهم سنوات راهم يتسناو، وطلبت من رئيس دائره راه لانه هو رئيس اللجنه تاع توزيع السكنات باه يشوف لنا الملفات القدام الدوسيات اللي قدام، كان اللي راه حاط قبل 2000 في 98 99 97 الى اخره، باه تكون العداله التامه وفي اطار الشفافيه. هذو ال 120 اللي استفادوا اليوم ما كانش واحد اللي قال بلي داها بيستون ولا داها باسكو يعرف المير يعرف الوالي يعرف الشرف دايره يعرف رئيس والو ابدا. هذو الملفات الملفات اللي اندرست في اطار اللجنه تاع الدائره، والحمد لله راكم فرحانين، الامور راهي ماشيه في اطار الشفافيه التامه. بارك الله فيكم. يسلمك يسلمك. Présentez-vous.